السؤال أيهما أفضل، قراءة القرآن أم حفظ القرآن لمن بلغ عمره 30 سنة أو أكثر من ذلك؟ حفظ القرآن، هل يمكن أن يحفظ القرآن بلا قراءة؟ لا، أقصد شيخ تلاوة. أو بلا تلاوة هل يمكن؟ لا، مثل الإنسان يتعبد في هذا اليوم مثل يقرأ 3 أجزاء. لا، أو يأخذ من هذا الوقت، يعني يأخذ في الحفظ أفضل، لأنه بالحفظ يحصل له التلاوة والحفظ ولو بلغ عمره هذا السن. يعني ولو بلغ، الناس يختلفون، بعض الناس حتى لو بلغ 30 سنة يكون عنده حافظ، وبعض الناس لا.